إذن هي ساعات قبل أن ينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية ISS. نتعرف الآن مع الزميلة تغريد الهويش على صاروخ فالكون 9 ومركبة دراغون، اللذين أصبحا على منصة الإطلاق استعدادا لنقل طاقم مهمة AX2 بعد قليل. إلى الزميلة تغريد. خلال الساعات القادمة تتجه عيون السعوديين والعالم إلى السماء مع إرسال أول رائدة فضاء سعودية، إضافة إلى رائد فضاء سعودي وهما ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية ليلتحقا بطاقم مهمة 2AX الفضائية. الرحلة العلمية المرتقبة ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية. دعونا نلقي نظرة على المركبة التي ستحمل الرائدين، وهي المركبة دراغون، طورتها شركة سبيس إكس، وهي مصممة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية ISS، وعادة ما تستخدم في مهمات الإطلاق والهبوط التي تقوم بها شركة سبيس إكس. تتكون بنية مركبة دراغون من قسمين رئيسيين، الجزء العلوي والجزء السفلي. يحتوي الجزء العلوي على مقصورة الطاقم، وفي هذه المقصورة توجد مخازن للأغذية والمياه والهواء، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات اللازمة للحفاظ على سلامة رواد الفضاء والمركبة. أما الجزء السفلي منها فيحتوي على محركات الصواريخ وأجهزة الملاحة والتحكم. مرحلة الانطلاق المرتقبة تبدأ بالإطلاق من المنصة، يلي ذلك وصول الصاروخ لسرعة الصوت. المرحلة الثانية تتمثل في مرور الصاروخ بأعلى منطقة ضغط هوائي ديناميكي، وعند وصول الصاروخ لعشر أضعاف سرعة الصوت وبارتفاع 80 كيلومتر يتم إغلاق المحرك الأساسي وتتم عملية الانفصال الأول. يتم بعدها إشعال المحرك الثاني، وتستمر هذه العملية لمدة 7 دقائق، على إثرها يتم الوصول لمدار الأرض المنخفض. في المرحلة التي تليها يتم إغلاق المحرك الثاني، وبذلك يتم الانفصال. تستقر في هذه المرحلة المركبة دراغون في مدار الأرض المنخفض، أي خلف محطة الفضاء الدولية، بسرعة منخفضة حتى يتم الارتباط بمحطة الفضاء الدولية. نصل إلى مرحلة الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، والتي تتم خلال ما يقارب 24 ساعة بعد الإطلاق. ثم بعدها يقوم الطاقم في مركبة دراغون بعمل مناورة باستخدام الدافعات ثراستر دراكو حتى يتم الاقتراب والالتحام بالمحطة.